احبائي شعور بيسيطر على ناس كتير جدا. انا ما حدش حاسس بيا، انا زي الريشه في مهب الريح. انا يا ترى ليا قيمه في نظر مين؟ انا يمكن حتى ماليش قيمه في نظر نفسي. الحقيقه انه بعيد عن العلاقه الحقيقيه مع المسيح مش هتلاقي حد يديك قيمه. فعلا ممكن ناس كتيره بتحاول تعمل لنفسها قيمه، تعمل لنفسها وضع، لكن بيكتشفوا انه الامور اللي هم جهدوا جدا عشان تديهم قيمه، مركز او ممتلكات او اصدقاء او عيله، بعد شويه بيكتشفوا انها ما بقاش ليها قيمه وبيحسوا تاني بالضياع. عزيزي المشاهد، لو دخلت في علاقه حقيقيه مع المسيح، لو رحت له قلت له يا رب انا حاسس بالضياع وتاه، حاسس ان انا ماليش قيمه، حاسس ان انا تعبان وطايع وتايه، هتكتشف انه بيحبك جدا، هتكتشف انه انت غالي عنده جدا، هتكتشف انه ثمنك بالنسبه له هو دمه اللي اتسفك من اجلك على عود الصليب. عشان كده في الايه بتاعتنا النهارده الرب بيقول لكل احبائه، كل ابنائه، اللي يقول عنهم في انجيل يوحنا: كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله.